السلام عليكم يا احلى متتبعين، كنبغي نشكر الناس جداد اللي دخلوا عندي القناه. مرحبا بكم، وانا فرحانه بزاف. وسمحوا لي شويه صوتي عيان، ولكن كيف ما بغيتش نغبر عليكم. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شابليغ اللي بزاف ديال الناس قالوا لي عافاك شاركي معنا الشابليغ، وحتى التومه بودر حتى هي غادي نشاركها معكم اليوم. راكم عارفين دابا رمضان قرب، وكنبغيو هكا التومه الشهيوات والشابليغ ضروري كنحتاجوه، الدجاج النويكات اي حاجه. المهم اول حاجه الباغيت، يعني الباغيت اللي كيشيط عليكم كيبقى هكا بايت، ولا داك كتجمعيه فواحد البلاستيك وكديريه في الفريكو حتى كتجمعي واحد الكميه اللي كتكون شويه كثيره. من بعد كتبديهم من الفريكو وغادي تقسميهم على هذا الشكل اللي غندير انا. المهم ديريهم هكا مرسوات يكونوا صغار هكا، باش من بعد غتدخليهم الفران باش تقرملوا لينا شويه، تحسي بهم هكا قاصحين، يعني الباغيت كيقصح. يا اما كتشعلي عليه الفران شويه وتخليه حتى كيقصح، اولا كتكوني ديجا مطيبه الخبز اولا شاعله ديجا الفران، كتخرجي منه داكشي اللي طيبتي وكتطفيه وكتخلي ديك السخونيه ديال الفران هي كتقصحو. المهم دابا غادي نحاول نقطع الباغيت ديالي كامل. المره الاولى كنت غادي ندير غير هاد اللاطه، ولكن صغيره بزاف، غادي ناخذ اللاطه ديال فران ديال البوطه هي اللي غادي تكفيني، غادي نشاركها معكم. مهم غادي نبقى غدا على هالطريقه حتى نكمل كلشي نقطعو، حيت انا كنبغي اللي يدوز ليا رمضان. راكم عارفين رمضان يلاه كتكافئي مع الشهيوات وداكشي، وكتبغي هادشي يكون عندك ديجا موجود. بالنسبه للشابليغ بزاف ديال الناس كيبغيو يشريو، ولكن اكثريه كيكون في السوبر مارشي وكيكون حتى في المخابز، كاين اللي كتوقف عليه ما كتلقاش. اللهم الباغيت اللي غادي يشيط عليك ان شاء الله غادي تحاولي ديري منو الشابليغ، وراه ساهل. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الشابليغ كتكون فيها كنسمه ديال الثومه، نسمه ديال الربيع، راه تقدري ديري حتى الربيع هكا كتكرميه والثومه حتى تكرميها وكتزيديهم على الشابليغ من بعد ما كيوجد. حتى هذا كيجي شابليغ بنين بزاف الصراحه، زوين بزاف، غادي ينفعكم. ورمضان راكم عارفين ضروري من الشابليغ في الدار. من بعد ما خشيت هذا الباغيت ديالي كيدار شويه في الفران، هنا غادي نشارك معكم الثومه بعد ما فكيتها بعدا من هذا، غادي نحاول نقيها كامله، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي تقردوها. قد ما قردتوها رقيق مزيان، صافي هنا غادي نبقى غدا على هاد الطريقه قد ما رققتوها مزيان باش ما تعذبكمش في الفران. صافي من بعد ما غنسالي غادي نحاول نسرحها في لاطه، غندير فيها بابي كويسون ونسرحوها مزيان، يعني ما تخليوش شي فوق شي باش هكا كلشي كياخد كيتحمر لينا وكيتقرمل. صافي من بعد ما غنسالي كي قلت لكم غندخلها الفران ونرجع معكم. هنا كنسرحوها مزيان كيف ما شفتوا كترقى قد ما رققتوها مزيان، وغتسرحوها على هذه الطريقه وتدخلوا الفران اللي تكون فيه شويه العافيه مهيله باش ما تحرقش ليكم. وهنا غادي ندوز لهنا الباغيت بعد ما برد ليا وكيجي قاصح، يعني كتمسيها قاصحه. صافي غادي نبدا نطحن بشويه بشويه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. هنا بعد ما ساليت هذا هو الشابليغ ديالي، كيجي على هذا الشكل، والصراحه كيخرج، يعني يكفيك ديريه بهكا في بزاف الشهيوات ان شاء الله غادي نشارك معكم في رمضان باش تستعملوه. المهم هكا نتوما صيبوه وحطوه، راه الباغيت اللي غادي
تلوحي او لا يشيط عليك، يعني حتى حاجه ما غتبقى تضيع. يعني داك الباكيت اللي كيشيط عليك غادي تجمعيه في بلاستيك، حيت الا خليتيه برا غادي يغمل لك. اللهم واحد البلاستيكات واللي اي باكيت شاط عليك خزنيه في الفريكو، ونهار تجمعي واحد الكميه غادي تجبديه وديريها الطريقه اللي وريتكم اليوم. الصراحه راه كيجي بحالو بحال اللي كتشريو من سوبر مارشي اولا المخابز، ويعني ما غاديش تخسري عليه شي فلوس. يعني شي حاجه اللي ديجا انتي شيطه عليك غادي غير تلوحيها اولا غادي تديري كتخرجي منها هاد الشابليغ. صافي هنا من بعد ما دارت لي حتى الثومه كتولي على هاد الشكل هذا، يعني حتى هي كتقصح وغنطحنها. ومن بعد هذا هو الشكل النهائي ديال الشابليغ ديالي اللي حضرت معكم، وحتى الثومه بودر كنتمنى يعجبكم وتجربوهم، الصراحه غادي يعجبوكم وما غتبقاوش تسخنوا عليهم. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش من البارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش هكا كتكبر القناه ديالنا. وما بقى لي الا نقول لكم بالسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.